مساء الخير على متابعينا متابعي ابو كبير ميديا لايف من كل مكان. معكم النهارده من داخل محافظه سوهاجه. الف مبروك لكل طلاب الثانويه العامه والازهريه. معنا النهارده عائشه الاولى على محافظه سوهاج مكفوفين بمجموع 91.9%. عائشه نفسها تلتحق بكليه الاداب قسم اللغه العربيه. هنعرف السبب بالتحديد من خلال حديثنا معها النهارده. قصة عائشة مشوقة، فيها محطات كتيرة صعبة، والدها ووالدتها كان سبب أساسي في نجاحها النهاردة. تابعونا عشان نعرف تفاصيل أكتر منها. ألف مبروك يا عائشة. الله يبارك في حضرتك. ربنا إن شاء الله يكرمك دايما يا رب. اللهم أمين. عرفينا بنفسك أكتر. أنا عائشة إسماعيل شبانة. السنة دي كنت في ثانوية عامة، تالتة ثانوي مكفوفين. الحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 91.9%، 377 من 410. الحمد لله. ألف مبروك عائشة. مش أول مرة ألتقي بيك النهاردة، شفتك من فترة طويلة وانتي منشدة دينية بتقرأي القرآن الكريم بصوت عذب، والنهاردة ما شاء الله حاصلة على مجموع عالي في الثانوية العامة. فاحكي لنا كده، كنت بتذاكري ازاي؟ انا كانت مذاكرتي مش بلتزم بساعات معينه، يعني انا مش بلتزم بساعه ولا بوقت، انا هبدا مثلا الساعه كذا واخلص الساعه كذا، لا انا كنت بذاكر عشوائي على حسب مراحتي. يعني انا حسب مرتاحه نفسيا للمذاكره او مهيئه للمذاكره كنت بذاكر، غير كده ان انا التزم بوقت لا. كنت لما اخلص مثلا الدرس او اكتفيت، يبقى خلاص اكتفيت، مش هضغط نفسي زياده. مش نظام يعني انك بتضغطي على نفسك وخلاص لحد ما تشوفي استيعابك وصل لحد فين، لو اكتفيتي فخلاص كده وتكملي في يوم تاني. طبعا القران الكريم كان سر اساسي في نجاحك النهارده. طبعا الحمد لله كان القران، طبعا يعني انا اللي حصلت عليه بفضل ربنا وبحفظ للقرآن. القرآن كان بيساعد أي حد. أول حاجة حفظه أصلا، يعني حفظ القرآن من يعني بيخلي الواحد الذاكرة نفسها بتكون نشيطة علشان حفظ القرآن. القرآن بيساعد، يعني القرآن جزء أساسي في استيعاب المعلومة بسرعة، الحفظ بسهولة. ف القرآن اللي فضلت بيه الحمد لله. الحمد لله. أنا أعرف أنك بتحفظ القرآن الكريم عند شيخ هنا، وبرغم أنك كنت في أيام امتحانات إلا أنك برضو ما قطعتيش عن دروس حفظ القرآن. أنا الحمد لله خدمته من 3 سنين وأخذت الإجازة، بس براجع علشان ما نساهوش، فبراجع مع شيخ. فكان في أيام الامتحانات قبل الامتحانات بيومين كان علي حصة مراجعة، فبيسألني بيقول لي هتكملي في الامتحان؟ قلت له طبعا الحمد، يعني ما فيش حاجة هتمنعني عن مراجعة القرآن. قال لي طب وامتحاناتك؟ قلت له أنا بفضل الله هراجع، وهراجع قرآن وهراجع موادي بجانب القرآن، مش القرآن بجانب المواد، فالقرآن أهم. الحمد لله يعني. الحمد لله. والدتك كانت يعني ليها دور أساسي في نجاحك النهاردة. طبعا يعني هي لها الفضل الأكبر بعد ربنا سبحانه وتعالى. هي كانت في مذاكرتي كانت يعني ليها النسبة الأكبر إنه أنجح أو أجيب المجموعة ده، لأنه أصلا كانت بتقرأ لي في الكتب الخارجية، كانت بتقرأ لي وأنا بستمع. الحمد لله يعني كان في أسئلة كتير، مثلا لو في سؤال بتسألهوني، في أسئلة بتسألهاني وأنا أجاوب، كان كل اعتمادي على السماع بس. السماع فقط. ما كنتيش بتعتمدي على برايل؟ كان مش دايما، يعني لو في حاجه حابه اذاكرها برايل او عندي طاقه ان اذاكر برايل كنت بذاكر، لكن الاعتماد الاكبر لان انا حفظت القران الكريم بالسماع على مع ماما. طبعا كان لما اروح الشيخ، كنت قبل ما اروح للشيخ كنت احفظ معاها. ما شاء الله، يعني والدتك شاركتك في ثواب حفظ القران الكريم اولا طبعاً، وثانيا في الدراسه لحد ما وصلت النهارده لليوم اللي انت عليه النهارده. أيوة. ألف مبروك. طب احنا عرفنا كده قصة والدتك اللي ما فيش أي كلام يوفيها حقها، بالنسبة لوالدك؟ والدي لي
فضل برضو لانه ساعدني في اللغه العربيه اللي انا اصلا حابه ادخلها. كان بيجيب لي اسئله صعبه جدا، يعني اسئله مش لطلبه، كان بيجيب لي اسئله لموجهين من بره. هو مدرس في الازهر، فكان بيجيب لي اسئله لناس اكبر مني، فكان بيسالني فيها وانا بجاوب. يعني الحمد لله. ايه حكايه ان انت عايزه تدخلي اداب لغه عربيه بالتحديد؟ انا بحب اللغه العربيه بجميع اقسامها، سواء كان نحو، صرف، بلاغه، كل اللي فيها. ادب، انا بلقي شعر وبحب الشعر، وبالاخص الشعر اللي باللغه العربيه. ف وبحب قسم النحو اكتر من اي حاجه بصراحه، اكتر من اي قسم. بحب النحو جدا، يعني من غير النحو مش هنعرف نتكلم لغه عربيه ولا هيكون في قواعد. الموضوع يعني في اعتزاز بعربيتنا وبلغه الضاد. طبعا الحمد لله، يعني انا بحبها جدا، عشان كده قررت باذن الله التحق بكليه الاداب باللغه العربيه جامعة سوهاج. ربنا يكرمك يا رب. يا رب. عائشة، احنا سمعنا قصتك وسمعنا عن ازاي ذاكرتي وفضل والدك ووالدتك بعد ربنا عليكي في اللي انت وصلتي له النهارده. عايزين نعرف فرحة صحابك بيكي، شايفينك من يعني الناس كلها عامله لك منشن وبتنزل لك على الفيسبوك تهنئه ومن كل مكان. طبعا صحابي دول دعم كبير كبير ليا، يعني كلهم كانوا متوترين حتى على النتيجه اكتر مني. انا كان في الامتحانات كانوا بيسالوا كل يوم، بعد كل يوم في امتحان بيسالوني بعد اللجنه عملت ايه، اللي وجبت في الامتحان عملت ايه بالظبط. كنت بطمن، كانوا بيطمنوا عليا دايما. صحابي ومدرسيني، مس زينب كانت بتطمن عليا بعد كل امتحان برضه، مديره المدرسه، ومس هبه ومس نفيسه، كان كلهم يعني متابعين دايما انا عملت ايه في الامتحان. بس فيعني كانوا متابعيني بكل حاجه، سمر وامنيه صاحبات الانتيم، فكانوا متابعيني بادق تفاصيل. حتى في النتيجه كانت سمر جابت لي النتيجه، يعني هي اللي جابتها لي على فكره. هي كانت وش الخير عليك ولبشرتك. يعني هي بتقولي انا كنت متوتره اكتر منك، كانوا بجيب لك النتيجه. هي كان المواقع طبعا عليها اقبال كبير، فما كانتش قادره تتحمل، فهي يعني عرفت الحمد لله انها تجيبها لي، وكانت اول واحده تبشرني بمجموعي في الثانويه العامه. ربنا يبشرك بالخير يا رب دايما. يا رب. اللهم امين. الف مبروك ليكي. الله يبارك فيك. كنا النهاردة مع حضراتكم متابعينا متابعي أبو كبير ميديا لايف من داخل محافظة سوهاج. شكرا على حسن المتابعة، وألف مبروك لكل طلاب الثانوية العامة.